عود الله ليالي الأنس وسط سهرون. عود الله عود الله سهرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا حضرموت، وهذه المرة من سيئون، من وادي حضرموت، من الوادي الخصيب. كل عام وأنتم بخير، كل عام والوطن إلى خير، كل عام وحضرموت التي نحفظها، حضرموت التي نعيشها. نعم، كل عام وكل المشاهدين في كل الأرجاء بكل خير أينما كنتم وحللتم. عيدكم مبارك، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج العيدي، ليالي العيد في سيئون، وعلى الهواء مباشرة سنكون معكم طيلة أيام العيد المبارك. خمس ليال سنعيشها وسنتنقل بين مدن حضرموت بموروثها وعاداتها وتقاليدها. نعم، في هذه الليالي العيدية وهذه التغطية التي تأتيكم مباشرة على الهواء من قناة حضرموت، سنكون في خمس حلقات محمد، سنحاول أن نطوف فيها في موروث حضرموت وعادات حضرموت والفن الحضرمي بمختلف أنواعه، الشعر والدان والإنشاد وما تحبون أن تشاهدونه على شاشة قناة حضرموت. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في بداية هذه الحلقة سيكون معنا تقرير من مدينة المقلة أعتقد. نعم، سيكون معنا تقرير لرصد فعاليات العيد التي شهدتها اليوم مدينة المقلة، ونعود بعده لبداية فقرة هذه الحلقة. كن معنا. نعم، سيكون في هذه الليلة إن شاء الله مجموعة أو نجوم الشعر الشعبي في وادي حضرموت، نجمين لامعين بكل تأكيد. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل وهذا التقرير، وسيكون أيضا نجم الطرب هنا في وادي حضرموت، أحد فناني وأحد الأسماء الكبيرة في عالم الغناء. لا تذهبوا بعيدا، ستكون حلقة مميزة بمتابعتكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. طيبين إن شاء الله. طيب. والجميع طيبين إن شاء الله. آمين يا رب. الله يحفظك. بقدوم العيد حاب تهني من الأهل والأصحاب. والله أنا أهلي أكثر شيء، أنا أهلي في السعودية، عيال أخواني صالح ومحسن ومحمد، هذول كلهم عيال أخوي بالضبط هناك عايشين في السعودية، ويهنئونك في كل عيد يعني، ولازم أنا نبارد لهم يعني التهاني هكذا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. أقدم التهاني أول مرة للوطن اللي نعيش عليه طبعا، ثم للأهل والناس أجمعين إن شاء الله بحلول هذا العيد الغالي علينا وعلى الأمة العربية إن شاء الله. هني في جميع الناس، أصدقائي وأحبابي وعمامي وإخوالي كلهم هنيهم. كلهم إيش؟ عيد مبارك. كل عام. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف بخير. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله. أحباب أصحاب وأقارب الكل في العيد متقارب، أحباب أصحاب وأقارب الكل في العيد متقارب، والناس اخوان وحبايب، والناس اخوان وحبايب، بالخير يسعون ايد بيد. يا سيوم مسرورة مستشرة قدامك يا علي،
حاب أهني أهلي وأصحابي والأمة الإسلامية يا جماعة، والأمة الإسلامية يا جماعة بقدوم عيد الفطر المبارك. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال، ونقول لكم من العايدين الفائزين كل عام وأنتم طيبين. الحمد لله، طبعاً أغرب شيء الناس يقربون يهنون أهلهم أو ذويهم والجيران والأقارب، جزاهم الله خير، ربنا يتقبل من الجميع. يوصلهم جنة الدنيا يا محلى ساعة اللقيا، يوصلهم جنة الدنيا يا محلى ساعة اللقيا. كل عام بخير. أيوة، وانت بألف خير إن شاء الله، والله يحفظك. كل البول أسبوع من عاد أمي واتقولهم العايدين العايدين وفايزين. كل عام وانتم بخير. أول حابة أهنيك وأهني قناة حضرموت، ثانيا حابة أهني أهلي في المملكة العربية السعودية وأقول لهم كل عام وانتم بخير، ونعد عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. يعني من العيد والفعيد كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم على أعمالنا في الشهر رمضان المبارك إن شاء الله. والله أهني الأمة العربية والإسلامية والشعب اليمني وشعب حضرموت بهذه المناسبة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا في خير وعافية وأمن وأمان يا رب العالمين. حبيت هنون من أبوي أمي وأبي. أمي وأبي إيش تقولوا لهم؟ اللهم طول عمرهم. أيوة، كل عام أنتم بخير. قدم التهاني لمن؟ لكل الناس يعني. منهم؟ أخواني وأحبابي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله. أهلا بكم مشاهدي الكرام مجددا في هذه الحلقة العيدية ليالي العيد في سيئون، وشكرا للزميل العزيز زكريا بابعير الذي رصد لنا انطباعات العيد ومشاهدات العيد في مدينة المكلا. طبعا مشاهدي الكرام ستكونون أنتم معنا عبر متابعتنا لهذه الحلقة، وعبر مداخلاتكم واتصالاتكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة. طبعا الأرقام ستكون موجودة على أسفل الشاشة، وحتى لا يضيع الوقت منا سيكون معنا الآن في هذه الفقرة عدد من الشعراء في وادي حضرموت، شعراء الشعر الشعبي. أيمن، نعم، حقيقة نحن في تحدي كبير عزيزي محمد في أن ندير هذه الخمسة الليالي، أن نتنقل بخفة بين الفنون المختلفة التي يتميز بها وادي حضرموت والمدن التي تتمتع بها وادي حضرموت، تريم، شبام، ودوعان، وسنكون على تواصل مع المكلا. عموما اخترنا أن نبدأ هذه الليالي بالشعر الشعبي، وما أدراك ما الشعر الشعبي، يعني شعر المدارة على ما يقولوا، مشهورة به سيئون والوادي بشكل عام، والشعر وأيضا عدد من المدن. لكن في هذه الحلقة سنستضيف اثنين من فرسان المدارة كما يقال وإن صح التعبير. نرحب بالشاعر الشعبي المعروف حسين عبد الله باحرثة. أبو علي حياك الله، وكل عام وانت بخير إن شاء الله. وأيضا لدينا هنا الشاعر المعروف أيضا ربيع صالح بالأسود، أهلا وسهلا بك أبو محمد. أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا، كل عام وانت بخير، وما شاء الله نحن إن شاء الله نحن سعداء وفخورين. نعم، ربما المشاهد متعود أن يراكم في المدارة بالعمام المعروفة والعصا حق المدارة. أجواء العيد جميلة، كيف قضيتم العيد هذه الأيام في سيئون؟ قضينا العيد كالعادة، صلاة الزينة وزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء، ما يسمى بالعوائل. نعم، وهو كذلك شعرنا أبو علي، وأيضا شعرنا القدير ربيع. أما أنا إذا تحدثت عن العيد في شبام ممكن نقول عيد شبام عيد غير، بكل تأكيد. ممكن من تقولي لماذا؟ سأجاوب عليك. لماذا؟ أولا في المناسبة تأتي فرقة تسمى فرقة الطيالة، إلى اليوم ما زالت إلى هذا اليوم قامت هذه الفرقة تتحرك من قصر شبام إلى الجامع. يا سلام، يستمع الناس إلى الخطبة وإلى الصلاة، ثم يعودون مباشرة بطريق أخرى اتباع عند السنة، يأتون بطريق ويعودون بطريق آخر. يعني حتى العادات ما مبنية على أساس على أساس سنة.
ويجب أن تعرف في حضرموت كل عادات مؤصلة مؤصلة صحيح. تجدها موجودة في السنة النبوية. نعم. والحمد لله. الحمد لله. والعديد من مدن وادي حضرموت. نعم فيها كثير من المدن. ولكني أتكلم عن ما شاهدته اليوم بالذات. اليوم يعني ساعات. يعني ليس حضرموت. قبل 30 أو 40 أو 50 أو 60 سنة. نعم. قبل 12 ساعة فقط. نعم. وأيضا يبدو أن شبام لها أيضا موروث آخر في العيد غير الطيالة. نعم. هناك فرقة نحاسية. نعم. تقوم دق الطبول ويتقدمها ضابط. ما زالت موجودة لليوم. ما زالت إلى هذا اليوم قامت بعملها هذا اليوم ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. أبو علي ربما ندخل في صلب الموضوع كما يقال والمشاهد متعطش لسماع قصيدة هنا والعيد دائما مناسبة لاستثارة قريحة الشعراء وبغينا البساط يكون أحمدي يعني حتى اللهجة بنحاول إحنا نتكلم حضرمي يعني. لا تمام جميل. نأخذ راحتنا. جميل جميل هنا. فلو نسمع حاجة أبو علي. حضرموت أهني الناس بالعيد. يا سلام هذه حصرية كلام جميل. هذه يعني خصيصا جديدة جديدة ومن لحظة البرنامج. تفضل 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 أبو علي. قبل غيري علي واجب نهنيك بالعيد. بالعيد. خل نعيش فرحة مثل ما الناس بالعيد. بالعيد. عدت يا عيد محلى فرحة الناس بالعيد. من قناة حضرموت نهني الناس بالعيد. كل سنة العيد يتجدد بفرحته تجديد والفرح فيه يصبح دائم الوقت جديد. جديد. بخت من عاش عيده وجددوا اليوم تجديد. من قناة حضرموت نهني الناس بالعيد. بالعيد. لم نزل نذكر اللي عن محبينه بعيد. نعم. يعيش في البعد غربة دائم الوقت بعيد. عن محبين قلبه ومن غدا وعنه بعيد. من قناة حضرموت نهني الناس بالعيد. خلنا نعيش فرحة بين أحبابي سعيد. نعم. والسعيد من يقضي بالفرح دنيته سعيد. سعيد. كل منه مفارق منت في البعد بسعيد. صحيح. من قناة حضرموت نهني الناس بالعيد. العيد. لفرحة العيد ردد الغنى اليوم ترديد. ترديد. لفرحة العيد ردد. ردد الغنى اليوم ترديد. واعطي قلبك مع الأفراح ما كان بيريد وغاية القصد إنك تبلغ القلب ما يريد. من قناة حضرموت نهني الناس بالعيد. بالعيد. كل عام وانت بالله اللي بخير. ما شاء الله ما شاء الله. يعطيك العافية أبو علي على هذه القصيدة التي خصصت بها مشاهدي حضرموت وإن شاء الله وصلت إلى المشاهدين هذه التهنئة. أنا عزيزي أيمن قبل ما ننتقل للشاعر. نعم. ربيع بالأسود أحب أسأل الأستاذ حسين عن الحليلة والقريحة الشعرية وعن تاريخك الشعري في شعر المدارة الشعبي. أنا بدأت قول الشعر عام 83 آخر سنة دراسية في دار المعلمين. ما شاء الله. وعملت طلبوا مني المشاركة في جلسة أدبية آنذاك وعملت أوبريت بعنوان بين العلم والجهل وقمت في المدارة في شهر سبتمبر 84 في مطلع سنوي بمنطقة مدودة مسقط راس. هذه أول هذه البدايات يعني. ما شاء الله. وثم أيضا ساهمت في كثير من جلسات الدان واستفدت من كثير من الشعراء عبر المجالسات في الجلسات وعبر المدارة والرجز والزوامل لا سيما أن الوالد والعم رحمهم الله والشاعر المعروف حسن بحارثة أيضا رحمه الله هم المدرسة الذي نهلت منها الكثير والكثير يعني. نعم. ما يميز ضيوف هذه الحلقة على وجه التحديد أنهم يعني من أسر مخضرمة في الشعر يعني القامة المعروفة والشعر الشعبي عبد الله عمر بحارثة هو والد أبو علي وطبعا المرحوم إن شاء الله صالح ربيع بن الأسود الغني عن التعريف فهؤلاء يعني تشربوا الشعر ويسري في عروقهم يعني ما شاء الله. قصيدة ربما أكيد. نعم نعم قصيدة. نعم نعم قصيدة لأن الوقت يختفنا احنا. نقول يا رب عسى من العايدين. من العايدين. يا رب عسى من العايدين. ابدأ برب العالمين وقول يا رب يا متين
اقبل جميع المسلمين يا رب يا رب عسى من العايدين. صلوا على طه اللهم صل وسلم عليه. صلوا على طه بشير ذو القدر والوجه النوير احمد امام الشافعين يا رب عسى من العايدين. رمضان ولا منقضى؟ الله رمضان ولا منقضى؟ والشوق عاد وما مضى. صحيح الشوق عاد وما مضى، النفس تردف بالونين ونين بالونين. يا رب عسى من العايدين يا رب عسى صومي يقبل. امين جميعا. يا رب عسى كل من عمل تقبله سحب المحسنين بالمحسنين. عسى عملنا يستمر. عسى عملنا يستمر على العباده نستقر دايم على طول السنين. يا رب عسى من العيد العيد هلت والفرح العيد هلت والفرح وخاطري فيها انشرح انشرح قبول. قولوا امين امين. الليل هلا في هنا في هنا الليل هلا في هنا حزنا على كل المنى. نشكر جميع القائمين القائمين والقاعدين القائمين القائمين على القناة في قناتنا المفضلة فيها الرقام مكملة قناة كل الناجحين قناتنا في حضرموت لأجل الهوية ما تموت. نشكر جميع المخلصين مخلصين والختم صلوا على النبي وآله ومن بو يقتدي والصحب هم والتابعين. يا رب عسى عسى من العايدين. الله الله صح لسانك شعرنا القدير. انت رجعت نحن الان رجعت الانين رمضان صراحه يعني رمضان بعد ما ينقضي الواحد يستشعر مشاعر كبيره لكن ان شاء الله عسى من المقبولين ان شاء الله. طبعا والدك من اشهر الاركان الشعريه في حضرموت الله يحفظه ابو ربيع. نعم ابو ربيع الله هذا طبعا كان هو الشخص المؤثر يبدو على قريحتك الشعريه. يمكن دخولي الشعر الشعبي ما تجرأت على دخول الشعر الشعبي نعم. ولا تجرأت على المدارة إلا بعد ما مات رحمه الله. الله يرحمه. ومن خلف ما مات أبو ربيع لما اليوم إن شاء الله موجود. أكتب الشعر أكتب شعر مقفى أكتب شعر أدبي وشارك في بعض أستاذ المسابات. أستاذ في اللغة العربية مدرس. نعم أكتب في اللغة العربية مدرس اللغة العربية. نعم مدرس اللغة العربية ولكن عندما توفي الوالد رحمه الله نعم. أصريت على أول مناسبة تقوم في شبان أنه صالح ربيع ما مات موجود صالح ربيع ممثل في ربيع صالح. نعم. جميل جميل. وبما أنك من شبام طبعا سيكون معنا بعد قليل اتصال هاتفي أو الآن مثل ما يقول المخرج اتصال هاتفي من مدينة شبام التاريخية. سيكون معنا الصحفي القدير علوي بن صميط ليحدثنا عن عادات وتقاليد العيد في شبام إضافة إلى ما قاله الشاعر ربيع يعني. بالأسود. مرحبا أستاذ علوي. أستاذ علوي هل تسمعونا؟ أستاذ علوي بن صميط مرحبا حياكم الله. حياكم الله كل عام وأنتم بخير. ألو نعم أنت على هواء أستاذ علوي تفضل. نعم نعم حياكم الله تفضل. حياكم الله شكرا جزيلا لقناة حضرموت وضيفيك. نعم لضيفيك الشاعرين بلسود وبحارثة. نعم حياكم الله وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله. في ليالي هذه الأمسيات أستاذ علوي نخص كل ليلة بالحديث عن خصوصية مدينة. اليوم سنتحدث عن شبام على وجه التحديد أبرز العادات التي ما زالت قائمة والتي تناشد ربما الأجيال القديمة أن تعود إليها. ضعنا في أجواء العيد في مدينة شبام التاريخية. أولا نقول العيد العيد هي في الدول العربية والإسلامية عامة ولكن في مدينة شبام تحديدا يعتبر عيد شبام اللي يطلق عليه اليوم الأول الزينة لزينة المدينة وزينة ابنائها وسكانها وأطفالها وكبارها ورجالها. فهي تعود هذه الاحتفالات العيدية في اليوم الأول من باب السنن باب الشرعي. هي شيء طبيعي الناس كلها تذهب إلى المسجد للصلاة صلاة العيد ثم تخرج إلى ساحة الحصن أكبر ساحات مدينة شبام وهي عادة قديمة متأصلة منذ دخول السلطنة القعيطية عندما دخلت في 1857 دخل السلطان اللي كان في حينها الأمير عوض بن عمر دخل على دقات الطيالة وهي دقة موسيقية تراثية أشبه بالمرش العسكري وتتكون نعم. حتى أدواتها تتكون من الهاير المرفع والطاسع غير الرقصات الأخرى اللي تستخدم دائما في الأهازيج الفرحية.
وتتجه الناس إلى ساحة الحصن، وذلك لكي يتبادلوا التهاني. اللي تنتاز به المدينة أنه الكل يجتمع وهو عواد جماعي، فترى الصديق وترى الغائب منذ زمن طويل، وهذه الحال التي بقيت، يعني كل شباب بين سكانها الكبار والصغار يجتمعوا في نعم هذا اليوم. في ربما أستاذ علوي هذا ما يميز المدينة يا أستاذ علوي، وتتقدمهم الطيالة. نعم. وكان قبلها يأتي القائم أو النائب عن السلطان عندما يخرج من قصر الحكم ويتوجه إلى مسجد الجامع، يرافقه الحرس، كان يسمى الحرس اليافعي، ويرافقه إلينا المسجد، ثم تعود الطيالة من المسجد إلى الساحة العامة، وكذا حراسته الخاصة. لماذا؟ لأنه إذا كان السلطان متواجد ما لمن يقوم أو من ينوب عنه. أستاذ علوي، الباحثة والرحالة والكاتبة البريطانية فريد فارس، نعم نعم أستاذ علوي، 80 عام أستاذ علوي بن صميط، وصفت المشهد وصف دقيق أستاذ علوي. لا زال الناس يحافظوا على هذه العادة. نعم نعم أستاذ علوي، يتبادلون التهاني في الساحة العامة. نعم. الثياب جميل جميل جدا أستاذ علوي. أستاذ علوي بن صميط هل تسمعونا؟ شكله ما يسمع. يبدو هكذا. أقول المدن الحضرمية ككل في مثل هذا العيد الذي الناس جميعا في عواد جماعي. نعم نعم أستاذ علوي، هذا ما يميز شبان فعلا. نعم. ما شاء الله. نعم. كفيت ووفيت عن هذه المدينة الجميلة الوادعة، أقدم ناطحات سحاب في العالم مبنية من الطين. شكرا جزيلا لمداخلتك معنا في هذه الحلقة ليالي العيد في سيئون، وسنبقى على اتصال إن شاء الله دائما. شكرا جزيلا. من العيدين كل عام طيب إن شاء الله. نعتذر حقيقة للسادة المشاهدين، ربما شباب معاداتها كل عادة تحتاج لحلقة يعني. نعم بكل لكن تكريم. ليالي العيد إن شاء الله ستكون معكم 5 ليالي إن شاء الله، تمدد فترة البرنامج اليوم لظروف فنية، وكونها الليلة الأولى ربما اقتصر وقت البرنامج على ساعة، لكن إن شاء الله في حلقة الغد وما بعده ستكون ساعة ونصف، من 9:30 إلى 11 سنسحبكم. نعم. فيها بكل تأكيد أيمن. ربما كلمة أخيرة نستمع من الضيوف هذه الحلقة مع استسماحهم عذرا أن الوقت ليس من مقامهم، ولكن كما قال الشاعر قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. كلمة أخيرة من الضيفين. عاد الأمل في اللقاء عادة. عادة يا زين لا تقطع العادة. العادة مني قرب لا متاه بعيد، هنيك بالعيد ولا بك نهني العيد. الله الله أوفيت لك حسب كل عادة. عادة بالله يا زين وش عادة؟ معاد يحتاج شي تصعيد. تصعيد هنيك بالعيد ولا بك نهني العيد. الله الله للمشاهد. سعادة القلب إسعادة، يعيش في خير وسعادة، اللي بسعده أكون سعيد. الله. هنيك بالعيد ولا بك نهني العيد، كلين يوفي بميعاده. أيوة. من يخلف الوعد من عاده إلا الذي ما لهم واعيد، هنيك بالعيد ولا بك نهني العيد. سلامتك. الله خير ختام. خير ختام. شوف الشعراء دائما يقولوا يعني ايش، كل واحد يزيد من حماس الاخر. شوف الختام حق ابو علي قدامك. ختم لنا يا ابو محمد. ختم لنا يا ابو محمد. ابيات قلتها في اخر مطلع يا شباب. تفضل. نقول يا من بتقديرك وامرك عادت افراح البلد. البلد الله يديم الانس والافراح في هذه البلد. البلاد يا رب فرجها على الأمة وجنبها الحسد. حسد. وهدي عبادك كلهم إلى التصالح والسداد. يا رب. سلام على الصفرة شبام العالية من دون عد. عد. أرض الحضارة والعمارة باقية من عهد عاد. عاد. باقية من عهد عاد. عاد. أرض الثقافة والأدب تاريخ يكتب بالسند. بالسند. يشهد لها العالم جميعا كذ عطاها السناد. لا مصر. لا لبنان. بصلها إلى أبد الأبد. الله الله. لا دبي ولا أبو ظبي
ولا منبي ولا حيدر عباد. الله هذه هي شبان. انا دائما جالس اتغزل في شبان. نعم وهي تستحق كل ذلك وحق لك ان تتغزل في شبان. الله اكبر. يعطيكم العافيه. الحديث معكم لا يمل. وأكيد الساده المشاهدين يقولوا يا جماعه مدوا الوقت، لو كان بيدنا بنجلس يعني صباحي كما يقولون، لكن نستسمحكم عذرا. سنكون مع المشاهدين في فاصل عن العيد من مدينه سيئون، وبعده فاصل، ومن بعده سنكون مع الطرب والغناء والفن الجميل. جهازكم من الفنان، ابقوا معنا لكي تعرفوا من سيكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تهنئة لكل مسلم، لكل مؤمن في هذا العيد. نقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. رسالة لهذه الأمة أن الله عز وجل يعزها وينصرها إن شاء الله تعالى ويمكن لها في دينها. اليوم يوم الفرح عواد، نشم كادي وريح تناد، وطاير السعد قد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من مصلى العيد بسيئون نرفع تهانينا لكل أبناء محافظة حضرموت ساحلها وواديها، مرفوعة إلى قيادتنا السياسية مثلا بالرئيس عبد المنصور هادي ونائبه ورئيس مجلس الوزراء، وإلى سيادة اللواء ورئيس العلمين البحثي محافظة حضرموت. هذه التهنئة بهذه العيد، نتمنى إن شاء الله أن يكون الله سبحانه وتعالى يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا العيد، ونتمنى إن شاء الله أن تكون وأن تعيد على جميع المسلمين بكل خير وأمن واستقرار إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا اليوم البهيج يوم عيد الفطر المبارك، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية واليمن خصوصا وحضرموت خص الخصوص. في هذا اليوم خرج الناس إلى هذا المصلى بأعداد غفيرة، فرحين بصيامهم بالأجر من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم إن شاء الله حين لقاه. وكل هؤلاء الناس الموجودين في هذا المكان يتمنون لهذه الأمة الخير، يتمنون لهذه الأمة الصلاح، يتمنون لهذا اليمن السلام، الخروج من حالة الحرب التي هي فيها. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرشد كل الناس الذين هم في هذه البلد. نشوف الحبوب الشطور، اسمك من؟ أيهم حمود البشيري. من وين؟ من صنعاء. وعيد سعيد. أهلا عليكم. ماما إيش تحب لهم الناس بالعيد؟ كل عام وانتم بخير، وهنيكم بعيدكم مبارك. مبارك كل عام وانتم بخير. يوم احنا في عيد نقول لك عيد سعيد وكل عام وانتم بخير. على الجميع ان شاء الله. تحب العيد؟ بداية بوالدي ثم اصحابي في الحلقات، ثم اهني جميع الشعب اليمني، بداية من سيئون الى جميع المحافظ. التهنئة موصولة لكل أفراد الأسرة بدرجة خاصة ولكل أبناء الشعب اليمني في هذه المناسبة. أتمنى إن شاء الله أن يعم السلام على أرضي الحبيبة، وأن ينعم كل أبناء الوطن بالخير والأمن والاستقرار، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. كيف شفت الأجواء العيدية في مدينة سيئون وبالخصوص في ساحة الجامع؟ ما شاء الله صراحة أجواء مفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وما شاء الله يعني بهجة العيد واضحة في كل واحد، في كل كبير وصغير. حصل السقيا جميعهم وابتسم وسعيد، ناس اليوم مسرورة. مقاومة
مقاومته الفريدة للحرارة والرطوبة والأملاح، ثبات الألوان على الدوام، روعة وجمال لبيت الأحلام، متوفر بجميع الأنواع والأحجام. دهانات ماكن العصرية، فخر الصناعة السعودية، ماركة تجارية متوفرة لدى محلات جمال سالم بعبود أو أحد الموزعين المعتمدين. مجمع بن حتراش الدولي يقدم سلسلة مطاعم لجميع المأكولات، واستراحة تشعرك بالراحة، قسم للعوائل ليقضوا أوقاتهم بسعادة، وجلسات مفروشة يؤنس لها الزوار، والمفاجأة المركز الصحي المجهز بالغرف المتعددة والخدمات الطبية المتكاملة وتخصصات طبية يحتاجها الجميع، نساء ولادة، طبيب عام، طبيب أسنان ومجارحة بالطاقم الرجالي والنسائي، والصيدلية المتكاملة والمختبر الطبي المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات. العنوان: الخشعة، الشارع العام، مفرق رخية، شبوة، طريق مأرب الوديعة. الأنواع اللي كنا نستخدمها خلاص راحت أيامها؟ الجديد هو الأفضل، أمان وقوة. يعني خلاص ما عاد أحد بيشتغل فيه مرة ثانية؟ الجديد يستخدم في كل حاجة، جسور، عمارات، أنفاق، جدران وغيرها. تعتقد يعيش أطول؟ أكيد. اسمنت العربية، اسمنت العمر، اسمنت العربية وبس. أسمنت العربية ينتج بعناية فائقة، مستخدمين أجهزة الفحص ذات التقنية الحديثة لضمان أعلى مستويات الجودة وفقاً للمواصفات العالمية. أسمنت العربية يعمر لفترة أطول، ويستخدم لجميع الأعمال الخرسانية والتشطيبات، ويعمل على تخفيف وزن الخرسانة. أسمنت العربية، أسمنت العمر. بيبي جوي، انت بديت تحبي وكمان شقي. اهلا، انا جوي. يلا نغير الحفاض، ما حتوقف لعب. اوه، حفاضك مفكوك، بدلي للجيل الجديد بيبي جوي كيلات بخصم مطاطي، ما في اسهل منه في اللبس، وبالحشوة المسية المضغوطة يمتص حتى 6 اكواب ويضمن جفاف البشرة. الحين انت جاهز للمباراة. بيبي جوي كيلات، لبسه وتغيير اسهل بكتير. كل يوم تشرق فيه الشمس تملأه السعادة، سعيد بيصحى كل صباح والحياة تغمر كيانه. الأشكال، الألوان، اللمسات تبعث السعادة في داخله وفي كل ما يحيط به. سعادة تملأ الوطن نشاطاً وحيوية. مشاريع خاصة وبرضه مجتمعية، وفيما بينها تفاصيل داخلية وخارجية. وبناء الأوطان مهمة لا يتقنها إلا أصحاب السعادة. سيراميك السعيد، دليلك للتميز. من أفضل وأجود مزارع العالم جئناكم، ومن أجود أنواع أرزه اخترنا لكم بيت الجودة، يوفر لكم أجود أنواع الأرز النقي 100% والخالي من الكسر والخلط. بيت الجودة يهتم بغذائكم ويلبي جل رغباتكم. دمتم ودامت مائدتكم بالهناء والسعادة. الفائق، المبدع، المزارع الخضراء، عال العال، أرز المحضار، غير ما نختار. شركة بي ام سي المحضار وشركائه للتجارة المحدودة، خبراء الجودة منذ 26 عاما. مقاومته الفريدة للحرارة والرطوبة والأملاح، ثبات الألوان على الدوام، روعة وجمال لبيت الأحلام، متوفر بجميع الأنواع والأحجام. دهانات ماكن العصرية،
فخر الصناعة السعودية. ماركة تجارية متوفرة لدى محلات جمال سالم بعبود أو أحد الموزعين المعتمدين. مجمع بن حتراش الدولي يقدم سلسلة مطاعم لجميع المأكولات، واستراحة تشعرك بالراحة، قسم للعوائل ليقضوا أوقاتهم بسعادة، وجلسات مفروشة يؤنس لها الزوار، والمفاجأة المركز الصحي المجهز بالغرف المتعددة والخدمات الطبية المتكاملة وتخصصات طبية يحتاجها الجميع، نساء ولادة، طبيب عام، طبيب أسنان، ومجارحة بالطاقم الرجالي والنسائي، والصيدلية المتكاملة، والمختبر الطبي المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات. العنوان: الخشعة، الشارع العام، مفرق رخية، شبوة، طريق مأرب الوديعة. الأنواع اللي كنا نستخدمها خلاص راحت أيامها؟ الجديد هو الأفضل، أمان وقوة. يعني خلاص ما عاد أحد بيشتغل فيه مرة ثانية؟ الجديد يستخدم في كل حاجة، جسور، عمارات، أنفاق، جدران وغيرها. تعتقد يعيش أطول؟ أكيد. اسمنت العربية، اسمنت العم، اسمنت العربية وبس. أسمنت العربية ينتج بعناية فائقة، مستخدمين أجهزة الفحص ذات التقنية الحديثة لضمان أعلى مستويات الجودة وفقاً للمواصفات العالمية. أسمنت العربية يعمر لفترة أطول، ويستخدم لجميع الأعمال الخرسانية والتشطيبات، ويعمل على تخفيف وزن الخرسانة. أسمنت العربية، أسمنت العمر. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة المميزة العيدية ليالي العيد في سيئون. الفقرة الثانية من هذه الليلة ومن هذا البرنامج سنكون مع ضيوف ستتعرفون عليهم بالاستماع والمشاهدة لما سيقدمونه لكم، فكونوا معهم. يذكرنا ليالي المسامر،
اصطديك المناظر في فرح في مرح في بسط ذا الحب مقرون عواد الله ليالي لونس في وسط الله 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 يعني الواحد مش عارف ايش يعمل بعد ما يسمع هذه يصفق يرقص يسكت يعني يردد مزيج من المشاعر حقيقه ونحن في دقائق البرنامج الاخيره عزيزي محمد ربما نستغني عن الحوار وندخل في الجو الطربي طبعا المعروف لا يعرف ضيوف هذه الفقرة معنا الفنان المعروف عمر الهدار كل عام وانت بخير وأهلا وسهلا بك في هذه الليالي الأستاذ عبد الله بارجة أحد يعني أعمدة الفن في سيئون كل عام وانت بخير أستاذ عبد الله حياك الله كل سنة طيب من العايدين يعني الوسيم معنا هنا عازف البيانو علي جمال من العايدين الفائزين إن شاء الله إن شاء الله ما نبغى نتحدث نحن محمد نبغى العود يتكلم والكمانجة والبيانو حاجة عيدية ممكن محمد رمضان والشوق الذي في القلب لم يمضي وفرض الصوم أديته وما دل وفرضي ولكن أصبر برضي على عيبة صحابي في الهوى لما جميل جدا الفنان القدير عمر الهدار والفرقة المصاحبة علي جمال والأستاذ عبد الله بارجة طبعا لضيق الوقت مشاهدين الكرام سنكون في نهاية هذه الحلقة مع وصلة غنائية ختامية سنختم بها هذه الحلقة ولكن سنكون معكم غدا في موعد يتجدد بكم الساعة 9:30 وعفوا المخرج يقول أن الوقت قد تمدد وسنكون هذه الليلة معكم
في ربع ساعة جديدة ومتجددة مع الفنانين القديرين الأستاذ يعني عبد الله والفنان عمر الهدا. أعتقد أصحاب القمر النايل سات قالوا يا جماعة أعطوهم عليكم ربع ساعة. إذن أجواء العيد جميلة حقيقة مع الطرب ومع بكل تأكيد الأجواء الجميلة يستعيدون ربما أنفاسهم حتى يسمعون وصلة أخرى. لو بدأت معك أستاذ عبد الله، الحركة الفنية والساحة الموسيقية بين اليوم والأمس، أنت ما شاء الله عشت جيلين مخضرم، كيف تقيم الواقع مقارنة بالأمس؟ طيب شكرا. أول بالنسبة للساحة الفنية نقول الحمد لله يعني بخير لازالت يعني جميل. والشيء الجميل أنه في شباب الآن بدوا، بس للأسف يعني بحكم أنه مش متوفرة في مسائل التدريب هذه أو معهد أو، ولكن يحاولوا أنه يعملوا معنا، بس تنقصنا احنا برضو الإمكانيات والموقع، ولكن ما نقول أنه في نشاط موجود، بس نشاط موسمي للأسف أنه موسمي. نعم. كان أول في الماضي ما هو مش متعلق بموسم، أنه في جديد دائما في هذا، بس الآن احتكرت كل المسائل. نعم. على لديكم مشاركات فنية حتى خارج الوطن. ايوه لان في اكيد سابقة. اكيد ورحنا يعني في مسابقه في مهرجانات دوليه في مهرجانات عربيه. مرحبا. ابرز المهرجان مهرجان الموسيقى العالميه هذا في بريطانيا وشاركنا فيه، وفي مهرجان جرش وخريف صلاله في 2005، والحمد لله يعني في تنزانيا برضه صوتي ابو سار، هذا مهرجان يعني خاص بانه كيف دخلت الاغنيه الهنديه على ال، وشاركنا مع فرق كثيره كيف اثرت يعني كل واحد على الأخرى. اكيد يعني هذه يعني صقلت مواهب كثيره بالنسبه لنا احنا، انك تشوف الفنون الخارجيه وتشوف الناس كيف يتعاملوا معها. واخيرا هذه حق زيارتنا لماليزيا وما قدمه المبدع الشاب محمد قحوم، صراحة يعني شيء وصلنا على العالمية شوية هكذا. صحيح. والحمد لله نقول احنا بس نتمنى انه الدولة تهتم بالمجال هذا، في شباب كثير كثير. انا في مستوى الوادي لو قلت لك انه في مجموعة كبيرة يشتوا يتعلموا ياخذوا دراسة ولو حتى مبسطة في مجال الموسيقى، اتمنى الصوت يصل هذا. سيصل باذن الله تعالى. طيب ان شاء الله. بما ان الجو عيدي وما بغانا ناخذ الاسئله الرتيبه، بداياتك يا استاذ عمر والشخصيات اللي اثروا عليه، ممكن تذكر لنا موقف طريف حصل لك في واحده من الحفلات من السهرات؟ اكيد تحصلكم مواقف طريفه وظريفه، تستذكر حاجه كذا حصلت على الطاير يعني. اولا نشكر قناه حضرموت. نعم. على استضافتنا، ونتشرف ان اكون مع العكس هذا الشرف علي الأستاذ عبد الله بارجع. في المواقف دائما المخاطر دي مواقفها يعني لازم من بدايتها لآخرها، إذا ما ضحكت من بدايتها يعني طيب ما هي مخدرة. المخدرة ما جميل. خلنا احنا نضحك الآن السادة مش في مواقف كثيرة لازم نذكر ولا ما نذكر؟ اللي ينذكر حاول تستذكر يعني استذكر ايش ومواقف زي أغنية مثلاً يجي يطلبها منك أحد الجمهور وأنت قدها في رأسك يعني. يقول لك أبغى الأغنية تقول له ما بجيبها يا أخي، ما بجيب الأغنية يعني. خلي يزعل يروح مدري بعدين تشيلها له يرجع. العفو منك جزاك الله خير. الناس بسيطين يجوا يعني يستمتعوا. نعم يستمتعوا بالطرب زين ان شاء الله يتطور افضل. وما شاء الله انت ابن مدينه الشبام يعني على خطى الفنان المرحوم بدو زبير اكيد يعني. نعم نعم الشبام فن كبير فيها، كل الوادي فن كله ان شاء الله. نعم. نعود للسؤال التقليدي الان، بدايتك يا سلام. بداياتي كانت كنت متعلق كثير بالزربات آلة المدروف. تعزف مدروف؟ مدروف. ايش الآلة اللي تعزفها؟ المدروف والعود. البداية كانت مدروف يعني علقة يعني قوية مرة الزربات. المدروف هذا كان اطلع مسافة طويلة كنت ادرف وانا امشي في شباب من كثر العلقة يعني. بعدين تطورت في تقريبا 2004 تقريبا كذا او 2003 المدروف، كنت الى 2006 7 كذا دخلنا في الفن شويه كذا والحمد لله.
وصلنا اللي وصلنا. لقيت القبول يعني ما شاء الله قبول كبير وتوفيق من رب العالمين. الحمد لله نعم. علي كيف العيد معك؟ تمام. عاد في البيانو دراسة أو موهبة أو؟ إلى الآن موهبة لكن أتمنى أن يكون دراسة يعني. قريب إن شاء الله. شاكرين للأخ علي طبعا استجاب لنا في اللحظات الأخيرة يعني قبل الحلقة وقبل الهواء. طبعا سيكون معنا في كل الحلقات طيلة القادمة إن شاء الله. طيلة إن شاء الله. المشاهدين يقولون يا جماعة اللي بعده. ربع ساعة نحن قالوا نحن ربع ساعة بناخذ رحمنا لا خلونا نحن نستغلها استغلالا. ما تشفي لابد يتبع الكلمة كلام يا ابوي كبري جمرة من حب أول نظرة يا ابوي كبري جمرة من حب أول نظرة يا ريت أنا ما حبيت اشفع قريب يا ريت أنا ما حبيت اشفع قريب مثل الصحفي من سيون انت ومن شباب لهجتك فيها نبرة تشبه شبام الصفرة لهجتك فيها نبرة تشبه شبام الصفرة صفت الغرب او زلت اشفعك يا ريت صبت الغرب أو زلت أشفعك يا ريت. الله 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 مقطوعة عن شبام وعن سيون وعن الفن الحضرمي بشكل عام بشكل يعني أبدعت فنان القدير. وطبعا لا ننسى أن نذكر المشاهدين الكرام بأنهم يستطيعون الاتصال بنا والمداخلة عبر هذا البرنامج وعبر الأرقام التي تظهر أمامكم في أسفل الشاشة. طبعا نعود للحوار أيمن. نعم أمام الإخوة والأخوات المشاهدين ربما في دقائقنا الستة والسبعة الأخيرة فرصة التواصل معنا. معنا اتصال؟ نعم يبدو أنه معنا اتصال. السلام عليكم. الو عبد الله الجابري. نعم مرحبا. الو وعليكم افضل السلام كيف الحال عبد الله تسمعنا؟ الو عبد الله يبدو ان الاتصال لم يوفق حتى الان. نعود للحديث هنا في الاستوديو حتى نعاود اتصال جديد. ابرز مشاركاتك ابو محمد في حضرموت هل لك مشاركات خارجية أو ما شاء الله منتشر في مدن الساحل والوادي؟ خارجية حتى ما جاءت مشاركات خارجية لكن إن شاء الله. إن شاء الله. لكن على مستوى حضرموت ما شاء الله. ما شاء الله. وفي ماليزيا أيضا شاركت. في ماليزيا طلعنا مع الوفد فنانين كثير. ونشكر محمد المايسترو محمد الدهوم على ما قدمه والفرقة المصاحبة له والراقصين. كلهم أبدعوا صراحة يعني ما شاء الله كان وهذا شرفنا ورفع رأسنا يعني وإن شاء الله إلى الأمام إن شاء الله. شخصية مؤثرة في حياتك الفنية حتى الآن؟ شخصية مؤثرة شخصية أفلام مؤثرة أستاذ عبد الله شخصية مؤثرة أبو أحمد
السلام عليكم. نعم ما شاء الله. طبعا حتى نستغل الدقائق الأخيرة أيضا المشاهدين يطلبون منك أغنية جديدة. شيء كذا شرح عيدي نقوم بنصفنا أنا محمد. برجع بس معك. عدنا إلى الطيبة عسى عودة عيدي معك في أحسن الأعياد طابت بطيبة عندك عيالي يا مصطفى يا سيد الأسياد وجميع أهل البيت أسياد نسربهم في الليل السوداء عدنا إلى طيبة عسى عودة نسربهم في الليل السوداء عدنا إلى طيبة عسى عودة جيتك بحبي وهو نعم الزاد يا بخت من زادك ما زادي لا حزب قدمت ولا أوراد يا خاتمة حزبي وأورادي وانت دوا كل نفس مرودة عدنا إلى طيبة عسى عودة. جميل جدا فنان القدير، هذه الأغنية الختامية من كلمات الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار الله يرحمه. طبعا في هذه الدقيقة الأخيرة التي سنختم بها هذه الحلقة سوف نذكر المشاهدين الكرام في كل مكان سيتابعونا غدا إن شاء الله الساعة 9:30 مساء على هوائي مباشرة، وطبعا ستعاد هذه الحلقة غدا في الساعة 10:00 صباحا بإذن الله تعالى إن شاء الله. كما قلنا أن هذا البرنامج سيكون 5 حلقات و5 ليالي، سنحاول أن نقترب في كل حلقة من مدينة معينة من مدن الوادي ومدن حضرموت. اليوم كنا في شبام إلى حد ما، وكان معنا ضيوف من مدن أخرى، وغدا إن شاء الله مدينة أخرى، وبعد غد كذلك إن شاء الله. شكر جزيل لمشاهدتكم، نتمنى أن نكون اجتهدنا ووفقنا في إدارة هذه الحلقة في هذا الوقت المقتضب. شكر لفريق العمل حقيقة من سيئون، أول مرة يا جماعة لايف من سيئون، يعني المخرج أيوب، وودي أذكر الجماعة كلهم والمكتب المدير طبعا أستاذ نزار، وكل الشباب يعني قاموا بجهود غير عادية لتطلع هذه الحلقة على الهواء مباشرة لأول مرة من مدينة سيئون. دقائق أو ثواني أخيرة تفصلنا عن الختام، كونوا معنا غدا. لا يسعنا إلا أن نقول لكم شكرا لكم على حسن متابعتكم، نلتقيكم إن شاء الله يوم الغد، لا تنسوا الموعد نفس الزمان ونفس المكان، إلى اللقاء في أمان الله. في كليشة ولا ممكن نطلع التتر مع دندنة معينة؟ نعم سيغني أخيرا الفنان القدير وتكون مسك الختام حتى الموعد إن شاء الله يوم الغد. في أمان الله. تفضل يا من الخاطر أيوة. وقل لي لي مضى شي بايعك يا راهد يا راهد. تفضل يا من الخاطر وقل لي لي مضى شي بايعك يا راهد يا عواد. ولا شي بيننا ساتر حديث القلب يسمعه الفؤاد يا راد يا عواد. وبعود مع الباكر إلى وادي الهنا يا خير واد يا راد يا عواد.
الحدايق صلاة الله على خير العباد يا راد يا حواد. وعود الله ليالي الأنس وسط سنون عود الله.